وجاد كل بأمن وشكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك داد البزير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل الجواب رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وبرك جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نجل المؤمنين بارك في سالي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجاد كل بعمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أجبت مورا بجانا كل من ليس يكون آمنا يا جسما أجبت مورا بجانا كل من ليس يكون مسلما يا جسما أجبت مورا بجانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نبتنا بأفضل الإيمان والتقي الجميع بالأمان حفظنا به وبالإسلام ولتحفظ كل أن المرامي خدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء والأسلحة من أمدا غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد إلا نبي غد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل المنشي الكلام على نبي محمد وعلى آله جل وجل واجتد سؤال للمنتقى كما يشعر بلا نهاية وقدمة تقبلا يزر لزيد الورى مختارا يا باخيا جانا مختارا نبي صلي والدسل في أبد ألا الذي لك يقود من أباد أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتجليل واشكر قدياء أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتجليل واشكر قدياء نبي صلي والدسل بكرام على نبي ودالي وشعب الكرام شراد سل أرض العزيم صمدي على نبي ولا آله والهمدي
ردمك إذا الهدى يا من أباني بمغجد هدى أوجل لكل مجرم ومجرما مشارة يا من كباني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوزل بجارات لزر مدمنة مدى لكل موجن ومسنة هدى بجارات ترى مستحجنة ودين أمد رسول الله علي خير صلوات الله ما تدمن متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن ناديتك اليوم بأمن وذكر في المؤمنين يا ولي.